مرحبا، كيف حالكم؟ انا بخير شكرا. اليوم افعل على الفيديو لان انا عندي سؤالا، عندي الامتحان باللغه العربيه وهو عن الفعل وخاصة على عن المصدر. وسؤالي هو كيف يمكنني ان اتعلم المصدر من كل فعل؟ وشكرا لتشاهدوا هذا الفيديو وانتظر اجاباتكم. وانا اسف جدا، عربيتي ليست جيدة جدا وأنا طالب فقط، وأتمنى أن أراكم قريبا. مع السلامة.